السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح الجزء الثاني من شابتر اليونيفورم بلين ويف. احنا المره اللي فاتت شبه خلصنا الاساسيات بتاعه الشابتر، بس كان ناقص لنا كام قانون كده هتكلم عليهم دلوقتي، وبعد كده هنخش بقى نكمل حل في مسائل الشيت. فهنتكلم بس عن كام قانون كده كنا ما اتكلمناش عنهم السكشن اللي فات، وبعد كده نخش نحل ونكمل حل في مسائل مين الشيت. فده كده مثلا قانون اسمه اللوس تانجنت تيرم، فتلاقيه في المساله بيقول لك احسب لي اللوس تانجنت تيرم. فاللوس تانجنت تيرم اللي هو السيجما على الاوميجا ايبسلون، وهتلاقي الترم ده كان بيظهر في الالفا وبيظهر في البيتا اللي هو بتاع اللوسي بتاع اللوسي سيستم، بتلاقي الترم ده بيظهر على طول. فالترم ده اسمه ايه؟ اللوس تانجنت تيرم. فلو قال لك احسب لي اللوس تانجنت تيرم، انا بيقول لك احسب لي السيجما على الاوميجا ايبسلون. فده كده اول قانون كنا عايزين نتكلم عنه، لان انت هتلاقي في الشيت بيطلب منك ويقول لك احسب لي مين؟ اللوس تانجنت تيرم. طيب ايه تاني؟ يعني مثلا فلو قالك احسب لي لوس تانجنت تيرم، انت ممكن تحسبه ازاي؟ عن طريق ان انت تقول سيجما على اوميجا ايبسلون. بس اجيبه بس الاول، لو قالك احسب لي اللوس تانجنت تيرم، فممكن تحسبه عن طريق ان انت تقول اللوس تانجنت تيرم بيساوي سيجما على اوميجا ايبسلون. طب افرض هو مش مديك سيجما على اوميجا ايبسلون، هل ممكن يديك جيفن تاني منه تحسب لوس تانجنت تيرم؟ اقول لك احنا عارفين ان السيتا ايتا اللي هي زاوية الانترنسيك امبيدنس، لان الانترنسيك امبيدنس بتبقى عبارة عن ماجنتيود وانجل، دي بتساوي نص تان انفرس سيجما على الاوميجا ابسلون. فبالتالي تان انفرس سيجما على الاوميجا ابسلون بتساوي 2 سيتا ايتا، فبالتالي السيجما على الاوميجا ابسلون بتساوي، خد بقى تان للطرفين، التان ده هيطير التان انفرس، ولما تاخد تان ده هيدي لك تان 2 سيتا ايتا، هيدي لك ايه؟ تان 2 سيتا ايتا. يبقى سيجما على اوميجا ايبسلون بيساوي تان 2 سيتا ايتا، يبقى سيتا ايتا بتساوي نص تان انفرس سيجما على اوميجا ايبسلون، ضربت هنا في 2 بقت 2 سيتا ايتا بتساوي تان انفرس سيجما على اوميجا ايبسلون، خدت تان للطرفين، يبقى لي سيجما على اوميجا ايبسلون اللوس تانجنت تيرم اللي هو اللوس تانجنت تيرم بيساوي تان 2 سيتا ايتا. فاللي هو مديلك الانجل بتاعت الانترنسيك امبيدنس اللي هي السيتا ايتا، او لو مديلك جيفنز منها تقدر تحسب السيتا ايتا، اللي هو ممكن مثلا مديك جيفنز منها تقدر تحسب السيتا ايتا او تحسب الايتا ككل وتبقى ماجنتيود انجل، يبقى انت كده عرفت تجيب الانجل بتاع السيتا ايتا. ساعتها هتاخد هتضرب السيتا ايتا دي في 2 وتاخد لها التاني، يبقى انت كده حسبت مين؟ اللوس تانجنت. فده كده اول حاجه ممكن يطلبها منك في المساله. ايه تاني؟ يبقى ده كده اول حاجه ممكن تطلبها منك اللوس تانجنت تيرم. بعد كده في حاجه اسمها الكومبلكس بيرميتيفيتي. فالكومبلكس بيرميتيفيتي هي عباره عن الابسلون اللي هي الابسلون داش دي الكومبلكس بيرميتيفيتي، وطبعا اسمها كومبلكس بيرميتيفيتي ان انت هتلاقي فيها جزء ايه؟ imaginary. فالكومبلكس بيرميتيفيتي هي عباره عن الابسلون مضروبه في واحد ناقص جي في اللوس تانجنت تيرم، لان ايبسلون مضروبه في واحد ناقص جي في اللوس تانجنت، يبقى دي كده مين؟ دي كده اللي هي الكومبلكس بيرميتيف. فانت لو حسبت اللوس تانجنت تيرم وحسبت منه وحسبت برضه الايبسلون، تقدر انت تحسب مين؟ الايبسلون داش. فالايبسلون داش دي اللي هي اللوس تانجنت تيرم، اللي هي الايبسلون بتاعتك اللي هي الايبسلون نوت في الايبسلون ار مضروب في واحد ناقص جي في اللوس تانجنت تيرم. فده تاني قانون برضه كنا ما قلناهوش المره اللي فاتت. ايه تاني؟ ايه تاني؟ حاجة اسمها السكن ديبس، بس نجيب بس الأول بعد كده نشرحها. حاجة اسمها السكن ديبس، حاجة اسمها ايه؟ السكن ديبس. ايه بقى السكن ديبس دي؟ هي المسافة اللي هتمشيها الويف جوه الميديوم لحد ما يتبقى من ماجنتيود الويف 36% من الماكسيمم ماجنتيود. بمعنى ادي كده الميديوم، الويف داخله على الميديوم تمام، فتبدا ان هي تخترق في الميديوم دوت. طبعا هتبدا ان هي تخترق وتمشي في الميديوم ده، فالويف لما كانت داخله على الميديوم عند زد ايكوال زيرو، لان هنفترض ان الميديوم ده موجود على زد اكسس،
فعند زد ايكوال زيرو كان الماجنتيود بتاع الويف اللي داخله على الميديم دوت كانت اي نوت بلس اللي هو ماكسيمم ماجنتيود مضروب في اي اس سالب الفا زد. فده كده كان الماجنتيود بتاع الويف. طبعا احنا عارفين اصلا ان الويف ده ماجنتيود وانجل. فده كده كان الماجنتيود بتاعها لما شفناه المره اللي فاتت كان اي نوت بلس في اي اس سالب الفا زد، وكان الفيس شيفت بتاعها اللي هو اي اس سالب جي بيتا زد. فكان الماجنتيود بتاع الويف اللي هو الاي نوت بلس في اي اس سالب الفا زد، ده الماجنتيود بتاع الويف اللي هي داخله على ميديم. فعند زد ايكوال زيرو هيبقى الاي نوت بلس طبعا، تمام، اللي هو ماكسيم ماجنتيود. طب طول ما انت بتتحرك في الويف، طول ما انت بتتحرك في الميديم، فالزد عماله تزيد، فاي اس سالب رقم كبير، هتلاقي ان الرقم ده عمال يقل، فتلاقي ان رقم التوتال ده قل. فيبقى ده كده الماجنتيود بتاع الويف اللي هي داخله على ميديم. فطول ما هي عماله تتحرك كل في الميديم، كل ما الزد عماله تزيد، فتلاقي الترم ده بيقل، فبتلاقي الماجنتيود بتاع الويف عمال يقل. وطبعا الماجنتيود الماكسيمم كان عند زد ايكوال زيرو، لما كان زد ايكوال زيرو كانت الماجنتيود الماكسيمم بتاع الويف اللي هو النو بلس. فاللي هي السكين ديبس، السكين ديبس هي المسافه اللي هتمشيها الويف جوه الميديوم علشان يتبقى من الماجنتيود بتاع الويف 36% من الماكسيمم ماجنتيود بتاع الويف. يبقى انا لو شلت الزد اللي هي المسافه اللي انا بمشيها وحطيت مكانها السكين ديبس، يعني لو انا دلوقتي عند المسافه اللي بتاعت السكين ديبس، فقلت لك السكين ديبس هي المسافه اللي الويف هتمشيها جوه الميديوم علشان يتبقى من الويف 36% من الماكسيمم امبليتيود بتاعها. فمين الماكسيمم امبليتيود بتاعها؟ اللي هو اي نو بلس، اللي هو كان الماجنتيود بتاعها عند زد ايكوال زيرو. فلما تبقى المسافه زد، هتلاقي ان هو متبقي من الويف، الماجنتيود بتاع الويف هو عباره عن 36% من الماكسيمم ماجنتيود. هتلاقي ان الماجنتيود بتاع الويف هو 36 من ماكسيمم ايه؟ ماجنتيود. فدي بس الفكره، ان ده كده الماجنتيود بتاع الويف. الماكسيمم ماجنتيود هيبقى عند زد ايكوال زيرو، هيبقى هو الاي نو بلس. فده كده هيبقى الماكسيمم ماجنتيود عند زد ايكوال زيرو اللي هو هيبقى مين؟ الاي نو بلس، تمام. ف طول ما انت بتتحرك في الميديوم، الزد عماله تزيد، فالترم ده عمال يقل، فبتلاقي ان الماجنتيود كله عمال يقل. فالسيجما او السكين ديبس هي الزد او المسافه اللي الويف هتمشيها في الميديوم، اللي عندها هيبقى ماجنتيود الويف اللي هو ماجنتيود ده كله هو 36% من الماكسيمم، والماكسيمم اللي هو الاينو بلس اللي هو عند زد ايكوال زيرو. فساعتها الاينو بلس هتروح مع الاينو بلس، فاي اس سالب الفا زد الفا سيجما اللي هي الفا سكين ديبس تساوي 36%، خد لين للطرفين، هيبقى لك سالب الفا سيجما لان لين هيطير الاي هنا يساوي لين 36%، تمام. فاللين 36% دي هتدي لك حوالي سالب واحد، فهيدي لك ان السكين ديبس بتساوي واحد على الالفا. ان السكين ديبس بتساوي ايه؟ واحد على الالفا. وده منطقي ان كل ما الاتنيويشن يزيد، كل ما تلاقي ان المسافه اللي انت بتمشيها هتقل، كل ما الاتنيويشن يزيد بيبقى السيجنال مع مسافه زد قليله بيحصل لها دروب. كل ما تلاقي ان المسافه اللي انت مشيتها علشان توصل ل 36% من الماكسيمم ماجنتيود بتاعك هتقل، كل ما دي تزيد كل ما الاتنيويشن ايه يزيد. فده كده مين؟ اللي هو السكين ديبس. ادي كده القانون اهو، تمام. ادي كده القانون، لان اللين ده هيدي لك ايه؟ اللين ده هيدي لك سالب واحد، فهيبقى الكلام ده يساوي واحد، فتبقى السيجما تساوي واحد على ايه؟ على الالفا. طيب تمام، هنتكلم دلوقتي عن برضو عن قانونين تانيين برضو هتلاقيهم انهم بيتركوا في الشريط، حاجه اسمها دي سي ريزيستنس وحاجه اسمها ايه؟ الاي سي ريزيستنس. قانون الدي سي ريزيستنس اللي هو الار دي سي هو عباره عن رو في ال على ايه؟ والرو دي اللي هي واحد على سيجما. الرو ديت اللي هي ايه؟ واحد على سيجما، والسيجما دي اللي هي الكونتاكتيفيتي. فالرو اللي هي واحد على سيجما، والسيجما دي اللي هي الكونتاكتيفيتي. فهي رو ال على ايه؟ والايه طبعا اللي هي مين؟ اللي هي بتمثل الاريا اللي هي باي سكويرد، لان الاريا تبقى اريا
دايرة فتبقى باي اي سكويرد، فتلاقي ان المقاومة الدي سي، لو قال لك هسيب الدي سي ريزيستنس اللي هي الار اللي احنا عارفينها، اللي هي رو ال على ايه، اللي هي رو ال على الباي اي سكويرد، وهو يبقى مديك radius في المسألة. ممكن اشيل الرو احط واحد على الكوندكتيفيتي، فتبقى ال على الكوندكتيفيتي في الباي اي سكويرد. فدي كده مين؟ ده كده قانون الدي سي ريزيستنس، ده كده قانون الدي سي ايه ريزيستنس. طب في حاجة اسمها الاي سي ريزيستنس، ففي حاجة اسمها الاي سي ريزيستنس. الاي سي ريزيستنس بتساوي ايه؟ بتساوي رو ال على 2 باي اي في السكن ديبس، بتساوي رو ال على 2 باي اي في السكن ديبس. ممكن اشيل الرو احط مكان واحد على سيجما، فتبقى ال على سيجما في 2 باي اي في السكن ديبس. فدي هتبقى رو ال على باي اي سكويرد، او ال على سيجما في الباي اي سكوير، دي الدي سي ريزيستنس. الاي سي ريزيستنس تبقى رو ال على 2 باي اي في السكن ديبس، والرو انا ممكن اشيلها واحط مكانها ايه؟ واحد على السيجما، اللي هي واحد على الكوندكتيفيتي. تمام؟ فدي كده اللي هي الاي سي ريزيستنس. ممكن اشيلها واحط ايه؟ واحد على الكوندكتيفيتي، تبقى ال على 2 باي اي في السكن ديبس في الايه؟ واشيل الروح حتى مكان ايه؟ واحد على الكونتاكت. طب ايه اخر قانون عايزين نتكلم عنه قبل ما نحل مسائل؟ حاجه اسمها الافريج باور. الافريج باور القانون بتاعه هو نص في ماجنتيود الالكتريك فيلد سكويرد، الكلام ده على ماجنتيود الايتا في اس سالب 2 الفا زد في كوساين سي تيتا، تاخد كوساين لزاويه الانترنسيك امبيدنس، وده كده الافريج باور للانسنت ويف. وده كده مين اللي هو الافريج باور بتاع الانسنت ويف. طب مين هو الافريج باور بقى بتاع الريفلكتد ويف؟ الافريج باور بتاع الريفلكتد ويف نفس القانون بالظبط، بس الاختلاف ان المايزنس ده هيبقى بلس، وماجنتيود الالكتريك فيلد هيبقى ماجنتيود الالكتريك فيلد الريفلكتد، يعني كانه الريفلكشن كوفيشنت في ماجنتيود الريفلكتد الالكتريك فيلد الانسنت. فتلاقي ان انت ممكن تشيل ماجنتيود الالكتريك فيلد ريفلكتد سكوير وتحط مكانه الريفلكشن كوفيشنت سكوير في ماجنتيود الالكتريك فيلد الانستنت. تمام؟ فده كده هيبقى قانون البي افريج الانستنت، الانستنت باور هيبقى نص في ماجنتيود الالكتريك فيلد سكويرد على ماجنتيود الايتا في اس سالب 2 الفا زد، الكلام ده في كوساين السيتا ايتا. دوت كده هيبقى جيفن، والالفا جيفن، والسيتا ايتا تبقى جيفن، او هو يبقى في المساله مدي لك معلومات ان انا اجيب ماجنتيود الايتا وزاويه الايتا. وهنا نفس الكلام، بس ده ماجنتيود الالكتريك فيلد الريفلكتد سكوير، فلو مش معاك فانت هتاخد ومدي لك كل المعلومه دي، فتاخد الالكتريك فيلد تضربه في الريفلكشن كوفيشن يطلع لك دوت وتاخده سكوير، يعني كاني بقول نفس الرقم ده سكوير بس مضروب في الريفلكشن كوفيشن سكوير. واخد الرقم ده اضربه في الريفلكشن كوفيشن، اجيب الرقم ده بعد كده اربعه، او يبقى انا بحط بره هنا الريفلكشن كوفيشنت سكوير وباخد الرقم ده سكويرد زي ما هو بحطه، وهتلاقي الماينس دي اتغيرت بقت ايه؟ بقت بلس. وهتلاقي الماينس دي اتغيرت بقت ايه؟ بقت ايه بلس. تمام؟ تعالوا نحل بقى مسائل من الشيت. فدي مسألة كده رقم 7 في الشيت، بتقول لك ايه؟ بيقول لك نون ماجنتيك ميديوم. بص كلمه نون ماجنتيك ميديوم دي معناها الابسيلون الميو ار بواحد، كلمه نون ماجنتيك ميديوم. فلما يجي يقول لك نون ماجنتيك ميديوم خلاص معناها كده طلعت اول معلومه ان الميو ار قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ان هي ليها انترنسيك امبيدنس، ومدي لك ماجنتيود الانترنسيك امبيدنس، وان الانجل بتاعت الانترنسيك امبيدنس ايه؟ ب 30. فهو مدي لك ان الايتا ب 240 في اي اس جي اي 30 ديجري، فهو مدي لك ماجنتيود الايتا ب 240 ومدي لك ان السيتا ايتا ب 30 ديجري. طيب ايه تاني؟ بيقول لك اول حاجه هات لي اللوس تانجنت تيرم. ماشي، احنا قلنا بقى خلاص، ما هو لو مديك الزيتا ايتا وانت معاك السيتا ايتا، فقلنا ان اللوس تانجنت تيرم هيبقى عباره عن تان 2 سيتا ايتا،
اللي هي تان 2 في 30، اللي هو هيبقى عبارة عن ايه؟ تان 60، اللي هو هيبقى عبارة عن جذر 3، اللي هو هيبقى عبارة عن ايه؟ جذر 3. فده كده اللوس تانجنت ايه؟ اللي هو اللوس تانجنت هيبقى عبارة عن سيجما على اوميجا ابسلون، اللي هو تان 60، اللي هو عبارة عن ايه؟ جذر 3. فده كده اول حاجة خالص اللي هو اللوس تانجنت تيرم. وبعد كده تاني حاجة اللي هو الداي الكتريك كونستانت. يبقى انا خلاص عرفت اجيب اللوس تانجنت تيرم بمعلومية السيتا 8، ان هو تان 2 سيتا 8 هيديني سيجما على اوميجا ابسلون اللي هو اللوس تانجنت تيرم. تاني مطلوب الداي الكتريك كونستانت اللي هو الابسلون، طالب منك ان انت تحسب الابسلون. طيب انا احسب الابسلون ازاي؟ ما انت معاك القانون بتاع الماجنيتيود الايتا، انت عارف ماجنيتيود الايتا هي جذر ميو على ابسلون، الكلام ده مقسوم على 1 زائد سيجما على اوميجا ابسلون اللي هو ستانجنت تيرم سكوير، الكلام ده باور ربع في المقام، اللي هو لو طلع فوق هيبقى باور سالب ربع. فانت معاك اللو ستانجنت تيرم بجذر 3 هتحطه هنا بحيث يتربع يبقى 3، و الميو هي ميو نود في ميو ار، وهو عشان نون ماجنتيك ميديوم فالميو ار بواحد والميو نود معاك، والابسلون اللي هي الابسلون نوت في الابسلون ار، وانت معاك الابسلون نوت ناقص لك الابسلون ار، وماجنيتيود الايتا اوريدي معاك ب 240. لو كان مديلك في المساله ماجنيتيود الايتا بكام؟ ب 240. فانت معاك ماجنيتيود الايتا و معاك الميو نود ومعاك الابسلون نود ومعاك كل حاجه، ناقص بس ان انت تحسب مين؟ الابسلون ار. فتحسب الابسلون ار وتطلع معاك بايه؟ ب 1.23. بس هو طالب منك البرميتيفيتي اللي يمشي الابسلون ار، وطالب منك الابسلون ار في الابسلون نود. فانت كنت ممكن تسيب الترم ده اصلا ابسلون كده وتحسبه، يعني ده كان الافضل، انت كنت تسيب الترم ده كده ابسلون وتحسبه مره واحده، او طالما انت هنا في مساله حاسب الابسلون ار هيروح ضربه في الابسلون نود، يبقى هو طلع كده مين؟ البرميتيفيتي المطلوب. فهو كان مديلك معلومتين، كان مديلك ماجنتيود الايتا وكان مديلك انجل الايتا. من انجل الايتا انا جبت اللوس تانجنت تيرم، وبعد كده من ماجنتيود الايتا انا حطيت القانون وشلت ده طبعا وحطيت اللوس تانجنت تيرم اللي انا حسبته، والميو نود والميو ار بواحد انا عارف، والميو نود اوريدي معايا، اقدر احسب منها الابسلون ان انا اوريدي معايا ماجنتيود الايتا. بعد ما حسبت البرميتيفيتي طالب منك مطلوب رقم 3 احسب الكومبلكس برميتيفيتي. احنا كده قلنا القانون بتاعي بقى هو الابسلون اللي انا حسبتها دي في 1 ناقص جي في اللوس تانجنت تيرم، فبس كده 1 ناقص جي في اللوس تانجنت تيرم في الابسلون اللي انا حسبتها، يبقى ده كده يديني مين؟ اللي هي الكومبلكس برميتيفيتي. المطلوب الاخير بيقول لك احسب الاتنيويشن كونستانت عند ال 1 ميجا. احسب لي الاتنيويشن كونستانت عند ال 1 ميجا. طب مين الاتنيويشن كونستانت؟ ما انا عارف القانون بتاعه اللي هو كان القانون الكبير ده اللي هو اوميجا جذر ميو ابسلون على 2، الكلام ده في جذر واحد، جذر واحد زائد سيجما على اوميجا ابسلون اللي هو اللوس تانجنت تيرم ماينس 1 اللي هو سكوير ماينس 1 اللي هو الكبير بتاع الفا. فروح حاطه الاوميجا هو ايه؟ بيقول لك احسب الاتنيويشن كونستانت عند فريكونسي 1 ميجا، فالاوميجا هتبقى 2 باي في 10 باور 6. هنا هتحط الميو والابسلون، الميو هي ميو نود ميو ار، والميو ار بواحد، والابسلون اللي هي ابسلون نود في الابسلون ار، والابسلون ار احنا لسه حاسبينها ب 1.23، او حط الابسلون على طول اللي انت حسبتها. اللوس تانجنت ترم انت حاسبه من اول ترم خالص او من اول مطلوب خالص كان جذر 3، يبقى انت كده قدرت تحسب مين؟ الالفا اللي هي اليونت بتاعتها نيبر بير متر. فده كده كانت المساله رقم 7. طب المساله رقم 8 بيقول لك عندك نون ماجنتيك جود كوندكتور كالعاده. نون ماجنتيك معناها ايه؟ معناها ان الميو ار بواحد. عندك نون ماجنتيك جود كوندكتور بيسبورت يونيفورم بلين ويف ترافلنج ات فيلوسيتي اوف 2.5 في 10 اس 5. مدي لك الفيلوسيتي بتاعتك 2.5 في 10 اس 5 ويز ويف لينث ربع مليمتر. فهو بيقول لك احسب لي الفريكوانسي واحسب لي الكوندكتيفيتي. فهو مدي لك الفيلوسيتي بتاعتك ومدي لك الويف لينث وبيقول لك احسب لي الفريكوانسي واحسب لي الكوندكتيفيتي. طب عشان انا احسب الفريكوانسي، احسب الفريكوانسي ازاي؟ مش انت مديني الفلوستي ومديني الويف لينس، مديني الفلوستي بتاعتك ومديني الويف لينس. فاولا من الويف لينس ده انا ممكن ان انا احسب البيتا، لان البيتا هي 2 باي لاندا،
فمن الويف لينث اللي انت بتقول قدرت ان انا احسب قيمه البيتا. وبعد كده انا عارف ان اوميجا على بيتا بتديني ان الاوميجا على بيتا بتديني فلوستي، يعني الفلوستي سي اوميجا على بيتا. فلو انا معايا الاوميجا، لو انا معايا الفلوستي ومعايا البيتا، اقدر ان انا احسب الاوميجا. فكل اللي انا عملته هو مدي لك الويف لينث ومدي لك الفلوستي، وعايزك تحسب، مدي لك الويف لينث ومدي لك الفلوستي، وعايزك تحسب الفريكوانسي. فهنا اروح حاسب البيتا الاول اللي هي 2 باي لامدا، وبعد ما احسب البيتا اللي هو 2 باي لامدا، واللامدا معاك هيروح معاه في القانون الاوميجا بيساوي الفلوستي في البيتا، او الفلوستي بيساوي اوميجا على بيتا، مع الفلوستي جيفن ومع البيتا انت لسه حاسبها، تعرف تحسب الاوميجا. هل كان في حل اسهل؟ طبعا كان في حل اسهل. انت بص كده، انت لو شلت الاوميجا دي وحطيت مكانها 2 باي اف، بص كده، لو انا شلت الاوميجا وحطيت مكانها 2 باي اف، يعني هي المفروض في في البيتا، حطيت هنا 2 باي اف وحطينا في في 2 باي على لندن، هيبقى لك ان الاف بتساوي في على لندن، وده المنطق اصلا. انت مش محتاج اللفه دي كلها، الفريكونسي كنت ممكن تقول على طول هو الفلوس بتاعتك على اللندن بتاعتك. فده كده حل لافف شويه. الحل ان انت طالب مني الويف لينث، ان انت طالب مني الفريكوانسي وانت مديني الفلوست والويف لينث، هروح اقسم لك الفلوست على الويف لينث على طول. مش محتاج ان انا احسب البيتا 2 باي لاندا، بعد كده اقول البيتا دي في الفلوست اللي انت مدالي يبقى انا احسب الاوميجا. لا، اوريدي اصلا الفلوست على الويف لينث ده يديني مين؟ الفريكوانسي. طب بعد ما حسبت الفريكوانسي عايز احسب بقى الكوندكتيفيتي. يبقى انا ساعتها بقى البيتا دي انا محتاجها، يعني البيتا دي هي اتحسبت لنا عشان هو احنا محتاجينها في الخطوه اللي بعد كده. لكن لو انا بس كان طالب مني الفريكوانسي على طول، مش محتاج ان انا احسب البيتا. فدلوقتي بيقول لك احسب لي الكوندكتيفيتي. فاحسب الكوندكتيفيتي ازاي؟ ما هو بيقول لك الميديوم دوت هو جود كوندكتور، فالبيتا في الجود كوندكتور اللي هي كانت نفس قيمه الالفا، كانت عباره عن جذر باي اف ميو في السيجما. وطبعا الميو هتبقى هي ميو نود، لان هو نون ماجنتيك ماتيريال، فالميو ار بواحد، فالميو هتبقى هي نفسها ميو نود. والفريكوانسي انت اوريدي لسه حاسبه، والبيتا انت اوريدي لسه حاسبها، ناقص لك بس ان انت تحسب قيمه مين؟ الكوندكتيفيتي. فالمطلوب الاولاني زي ما قلت لك، انت ما كان شرط ان انت تحسب البيتا، لكن انت حسبتها عشان هتحتاجها في المطلوب الثاني. فقلت اول حاجه البيتا هي الفلوستي على الاوميجا، الاوميجا هي الفلوستي على البيتا، فحسبت فاقول بيتا الاثنين باي لندا اللي هي جيفن، منها قلت الفلوستي على البيتا، طلعت منها مين؟ الاوميجا. بعد كده حطيت قانون البيتا اللي هو جذر باي اف ميو في السيجما، الميو اوريدي معاك والاف معاك، لسه حاسبها من المطلوب الاولاني اللي هو طلع ب1 جيجا، تقدر ومعاك البيتا لسه حاسبها برضو، تقدر انت تطلع قيمه مين؟ تقدر انت تطلع قيمه السيجما، تمام، اللي هي الكوندكتيفيتي. فده كده المطلوب رقم 8. ده المساله رقم 8. تعال نبص على المساله رقم 9. في المسألة رقم 9 بيقول لك إن أنت عندك لو سي داي إلكتريك، مدي لك الإبسون آر بتاعته، ومدي لك الميو آر بتاعته، ومدي لك الكونتاكتيفيتي، ومدي لك الفريكونسي، ومدي لك قيمة الإلكتريك فيلد إن هو 20 في إي أس سالب جاما زد، عشان يقول لك إن البروبجيشن في الزد. بيقول لك فايند الألفا والبيتا. طب الألفا دي أجيبها منين؟ ما هو لو سي داي إلكتريك، حط القانون الضخم بقى. طب هل أنت معاك الجيفنز دي كلها؟ تعال نبص كده، هو انت مديني السيجما ومديني الاوميجا ومديني الابسلون، طب ما هو كده مفيش حاجه ناقصه، السيجما والاوميجا والابسلون اوريدي جيفن معاك، تقدر انت تحسب الالفا اللي هو طالبها منك فهو مطلوب. طبعا حطيت القانون الكبير لان هو بيقول لك انت شغال لوسي داي الكتريك، بيقول لك احسب بيتا، هتروح حاطط نفس القانون بس بدل الماينس هتحط بلس، بدل الماينس ده هتحط بلس، وتبقى بتحسب قانون مين؟ تبقى بتعوض قانون البيتا وبتحسب نفس البيتا، بتحسب اصلا بتعوض نفس القانون بس بتحط ماينس بلس عشان تحسب البيتا. طب وبعدين؟ بيقول لك احسب الفيلوستي، احسب الفيلوستي اللي هي اليو ديت اللي هي الفيز فيلوستي. طب الفيز فيلوستي احنا عارفين هي بتساوي ايه؟ الفيز فيلوستي هي بتساوي الاوميجا على البيتا، الاوميجا معايا 2 باي في 10 في 10 اس 7، والبيتا اوريدي لسه حاسبها، انا كده حسبت الفيز فيلوستي الاوميجا ديت على البيتا ديت. فيبقى
الفيلوسيتي هتبقى الاوميجا اللي انا اوريدي جيفن معايا على البيتا اللي انا لسه حاسبها اللي هي ب 7 من 10 راد بير متر. يبقى كده حسبت الفيلوسيتي. بعد كده بيقول لك احسب الويف لينث، فالويف لينث هو 2 باي على البيتا، ان البيتا هي 2 باي على لندن. فيبقى انا كده حسبت مين؟ الويف لينث اللي هو المطلوب رقم 4. بعد كده بيقول لك احسب الايتا، فاروح معوض قانون الايتا الكبير اللي هو الايتا دي كان بيبقى ليها ماجنتيود وانجل، فابدا احسب لها الماجنتيود بتاعه، ابدا احسب لها مين الانجل بتاعها من القانونين. ده كان قانون الماجنتيود، هعوض فيه معايا كل الحاجات دي جيفن، معايا الميو اللي ده معايا الميو ار والميو نود، ومعايا الابسلون اللي معايا الابسلون نود والابسلون ار، ومعايا الكوندكتيفيتي. ابدا ان انا اعوض هنا واحسب ماجنتيود الايتا، واعوض هنا واحسب مين انجل الايتا، بطلعها في الاخر كماجنتيود وانجل. طيب ايه تاني طالبه؟ طالب منك برضو ان انت تحسب الماجنتيك فيلد اللي هو في الفيزر دومين، يعني كاتب لك اس عشان يقول لك ان هو في الفيزر دومين، زي ما هو مديك الالكتريك فيلد في الفيزر دومين بيقول لك احسب الماجنتيك فيلد في الفيزر دومين. طب احسبه ازاي؟ اقول لك طب اكتب في الاول الالكتريك فيلد اللي هو جيفن معايا. طب مين الالكتريك فيلد اللي هو جيفن معاك؟ هقول لك هو 20 في اس سالب جاما زد. اقول لك تمام الالكتريك فيلد في الفيزر دومين اهو اللي هو 20 في الاي اس سالب جاما زد. بس كده مش صح، لان انت خلاص اوريدي حسبت الجاما، ما انت طلب منك من اول مطلوبين الالفا والبيتا، والجاما اللي هي الالفا زائد جي بيتا، فما ينفعش تسيبها جاما، انت لازم تعوض بالالفا زائد جي بيتا، وانت اوريدي حسبت الالفا واوريدي حسبت مين البيتا. هتقول له ان الالكتريك فيلد في الفيزر دومين هو 20 في اي اس سالب الفا، كنت مطلعها بكام؟ كنت انت حاسب الفا ومطلع ب 0.22 زائد جي البيتا كنت طالع ب 7 من 10 زد. يعني تقدر تقول ان الالكتريك فيلد بتاعك هو 20 في اي اس سالب 2 0.22، طبعا كان في رقم بعدها، مضروب في اي اس سالب جي 7 من 10 زد. فده كده الالكتريك فيلد. بيقول لك بقى منه احسب لي الماجنتيك فيلد، هو ما طلبش الكلام ده، هو قال لك احسب الماجنتيك فيلد على طول، بس هو كان مديك مساله ان هو اي اس سالب الفا زد 20 في اي اس سالب الفا زد، فكنت ينفع ان انا اسيب الفا كده، كنت لازم ان انا اشيل الفا واحط مكانها الف كان مديك اقصد اي اس سالب جاما زد، كنت ينفع ان انا اسيب جاما كده، كنت لازم اشيل جاما واحط مكانها الفا زد جي بيتا. الالفا اوريدي انا حسبتها والبيتا اوريدي دي انا حسبتها. تمام، ازاي بحسب ماجنتيك فيلد؟ واضح جدا ان اتجاه البروباجيشن هو اتجاه الزد، واحنا عارفين من المره اللي فاتت ان الماجنتيك فيلد هيبقى عباره عن في الفيزر دومين اهو، هيبقى عباره عن اتجاه البروباجيشن كروس برودكت في اتجاه في الالكتريك فيلد على الايتا، فالبروباجيشن هيبقى هو مين؟ هو الاي زد كروس برودكت في الالكتريك فيلد اللي هو هيبقى ده اللي هو 20. طبعا الالكتريك فيلد هو مدولك في انهي دايركشن؟ هنا بص كده هتلاقي ان هو مديلك الالكتريك فيلد في المسألة، هتلاقي قايل لك ان الالكتريك فيلد في يونت فيكتور الاكس دايركشن الاكس، فيبقى اي اس سالب 2 من 10 0.22% اي اس سالب جي 7 من 10 زد. الكلام ده في دايركشن مين؟ دايركشن الاكس، مقسوم على قيمة الايتا اللي انت اوريدي حسبتها، لان الايتا دي انت حسبتها ماجنتيود وانجل، فانت هتحط هنا الايتا اللي هو الماجنتيود معين، طبعا هيبقى فاليو يعني، قول مثلا احنا اوريدي حسبناه، احنا حاسبين الايتا بكام؟ المهم بس حطيت اتجاه البروباجيشن اهو كروس برودكت، حطيت الالكتريك فيلد وحطيت اليونت فيكتور بتاع الالكتريك فيلد، فده كده الالكتريك فيلد اهو وده كده اليونت فيكتور بتاعه. بعد كده اسمع الايتا بقى، الايتا اوريدي انا كنت حاسبها بكام؟ كنت حاسبها بالرقم ده 429 على انجل 17.88، ف 429.682 على انجل 17.88 ل اي اس جي 17.88، لان انجل معناه اي اس جي زي ما احنا عارفين. ف لما اضرب الاي زد في الاي اكس كروس برودكت، فادي كده ايه عارفين اللي هو المفروض ايه زد اي اكس اي واي،
فالما اضرب الاي زد في الاكس كروس برودكت يديني الاي واي، فيبقى 20 على الرقم ده، 20 على 429 هيديني رقم هنا، تعالى نحسبه حتى، 20 على 429.682 يديني 0.0 مش عارف 4. الكلام ده كان مضروب في الاكسبوننشال دوت، فهتلاقيه ان هو مضروب في اي اس. خلي بالك من النقطة اللي اتلخبطت فيها، ان انت هنا الاي اس سالب 22 لازم هتضرب في الزد، لان دي كده اي اس سالب الفا زد لو كان ده بيمثلك الماجنتيود، فبالتالي ديت برضو هتضرب في الزد. الكلام ده هيبقى مضروب فين؟ في الزد، في اس سالب الفا زد، في اس سالب 0.22 زد. وبعد كده بقى هيبقى عندي 3 اكسبوننشال مضروبين في بعض، اللي هو اي اس سالب 2 اي اس سالب 2 اكسبوننشال اقصد اي اس سالب جي 0.7 زد، ودي هتطلع لفوق هتبقى اي اس سالب جي 17.88 ديجري، اللي هو كان مديها لك احنا كنا جايبينها على انجل 17.88، لان دول اصلا لما تضربهم في بعض هيدوا لك بالراد، لان دي حاجه بالراد بالمتر، اللي هي البيتا مضروبه في حاجه بالمتر، فتلاقي دي بالراد لكن دي بالديجري، كده عملت علامه الديجري. يبقى علشان نجيب الماجنتيك فيلد الموضوع بسيط، شفت اتجاه البروباجيشن، لقيت اتجاه البروباجيشن الزد، لان هو كان اي اس سالب جي بيتا زد، زائد ان هو كان مديلك اي اس سالب جاما زد في الاول خالص كالكتريك فيلد، ضربته في الالكتريك فيلد اللي هو كان جيفن معايا، بس عوضت كنت الالفا والبيتا، اللي هو اي اس سالب 22% زد في اي اس سالب جي 7/10 زد، الكلام ده في دايركشن الاكس. الكلام ده كله قسمته على الايتا، والايتا اللي كانت معايا كماجنتيود 429 على انجل 17.8. فاقسم ال 20 على الرقم ده، اي زد كروس برودكت في الاي في الاي اكس هيديني الاي واي، لان اليونت فيكتور هو الاي واي دوت اهو اوريدي اي يوسي سالب 22% زد، واطلع الاكسبوننشال ده فوق بالسالب يبقى اي اس سالب جي 7/10 زد في اي اس سالب ايه جي 17.88 ايه ديجري. يبقى ده كده الالكتريك فيلد، ده كده اقصد الماجنتيك فيلد اللي هو كان طالبه منك، وتحط اليونت بتاعته امبير بير متر. طبعا هتجمع الاثنين دول مع بعض برضو يبقى شكلها كويس، فتقول الماجنتيك فيلد المطلوب هو 0.04 في اي اس سالب جي 7/10 زد زائد 17.88 ديجري. تمام، ف ده كده ال اتش واي، ال اتش اللي هو يطلع في دايركشن الواي، طلع في الاخر الرقم بتاعنا في اي اس سالب الالفا زد في اي اس سالب جي 7/10 زد زائد الديجري بتاعي، ودي زي ما قلت لك بالراد لكن دي هتبقى بالديجري. طيب بعدين المطلوب، يبقى انا كده جبت الماجنتيك فيلد في الفيزر دومين زي ما هو طلب، وطلب كده طلب قال لي هات لي الماجنتيك فيلد، كتب اتش اس، طلب منك الماجنتيك فيلد في الفيزر دومين. هنا بيقول لك احسب لي الالكتريك فيلد، هتقول لي طب انا معايا كوشن الالكتريك فيلد اهي، حتى اشيل الجاما دي واحط مكانها الفا زي جي بيتا وخلصت. اقول لك لا، هو بيقول لك احسب لي الالكتريك فيلد عند قيمه اكس معينه، قيمه واي معينه، وقيمه زد معينه، وعند قيمه تايم معينه اللي هي 10 نانو سكند، وعايزك تحسب قيمه الالكتريك فيلد عند بوينت سبيسيفيك، عند قيمه اكس معينه، قيمه واي معينه، وقيمه زد معينه، وقيمه تايم معينه. يعني هو بيقول لك اول حاجه تعملها عشان تقدر تعوض بالقيم دي، ان انت تحول الالكتريك فيلد بدل ما هو في الفيزر دومين انت تحوله تخليه في التايم دومين، وبعد كده بقى تبدا تعوض بقيمه الاكس والواي والزد وقيمه التايم اللي هو مديها لك عشان تقدر تحسب الالكتريك فيلد عند البوينت ده. فاول حاجه هعملها عشان احول الالكتريك فيلد من الفيزر دومين للتايم دومين، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضربه في اي اس جي اوميجا تي، فاخد الالكتريك فيلد اللي هو في الفيزر دومين اللي هو كان 20 في اي اس، احنا كنا مع بعض من شويه اللي هو شلنا كان 20 في اي اس سالب جاما زد، شلنا الجاما حاطين الفا زد جي بيتا، فبقت اي اس سالب الفا زد في اي اس سالب جي بيتا زد. الكلام ده اضربه في اي اس جي اوميجا تي واخد الريل بتاع الكلام ده، اضربه في اي اس جي اوميجا تي واخد الريل بتاع الكلام ده، فيبقى 20 في اي اس سالب الكلام ده زد. بعد كده
دول هيتضربوا بعض فيدي لك اي اس جي اوميجا تي، او لما اخد اي اس جي عامل مشترك فيدي اوميجا تي ناقص 7 من 10 زد. تعالى نعملها مع بعض، اللي هو هيبقى الالكتريك فيلد في الزد والتي، عشان احول بقى انهم بدل ما فانكشن في الزد وفي الفيزر دومين يبقى فانكشن في الزد والتي، هيبقى بيساوي ايه؟ الريل بتاع 20 في اي اس سالب 2 من 10 زد في اي اس سالب جي 7 من 10 زد، اللي هو اي اس سالب جي بيتا زد. الكلام ده في مين؟ الكلام ده في اضربه في اي اس جي اوميجا تي لان ده كده الكتريك فيلد، بس انا عايز احوله بقى ان هو يبقى في تايم دومين، فاضربه في اي اس جي اوميجا تي وابدا اخد الريل بتاع الكلام ده. فيبقى الكتريك فيلد هو ايه؟ هو الريل بتاع 20 في اي اس سالب 22 من ميه زد في اي اس سالب جي 7 من 10 زد. لا لو انا خدت اي اس جي في اي اس جي اوميجا تي، عشان لما تبقى اي اس جي انجل هاخد كوزين انجل ده جيسون الانجل، فمش هاخد سلعه مشترك، فتبقى اي اس جي اوميجا تي فكده ناقص 7 من 10 زد، وال 7 من 10 دي طبعا اللي هي البيتا. فدول طبعا اصلا ريل اوريدي فهيطلعوا بره، فيبقى 20 في اي اس سالب 22 ميه زد اللي هي اي اس سالب الفا زد. الكلام ده في الريل دي طبعا هتتفك الكوزين الانجل زي تشي ساين الانجل، طبعا دي مش بيتا تحط مكانها 7 من 10 طبعا. فيطلع الكتريك فيلد 20 في يو اس سالب 22 من ميه زد في كوزاين اوميجا تي ناقص 7 من 10 زد. والكلام ده الالكتريك فيلد في دايركشن مين؟ في دايركشن الاكس زي ما هو، واليونت بتاعته فولت بير متر، وده احنا عارفينه. احنا عارفين الالكتريك فيلد في الفيزر دومين، طالما انا بتكلم عن الانسنت ويف هو عباره عن الاينو بلس في اي اس سالب الفا زد في اي اس سالب جي بيتا زد، فالكلام ده في الفيزر دومين. فالمعلومه دي احنا عارفين ان هو الالكتريك فيلد في الفيزر دومين هو 20 في اي اس سالب الفا زد في اي اس سالب جي بيتا زد، وعارفين ان الالكتريك فيلد في التايم دومين هو عباره عن 20 اللي هو الاينو بلس، مش 20 اللي هو الاينو بلس اللي في المسألة دي 20 في كوزاين لإينو بلس أقصد في إي أس سالب ألفا زد في كوزاين أوميجا تي ناقص بيتا زد. فبالتالي لما حولته للتايم دومين فعلا لقيت الإينو بلس أهي، لقيت إي أس سالب ألفا زد أهي، وده كده بيمثل ماجنتيود، ولقيت كوزاين أوميجا تي ناقص بيتا زد أهي. هل الأوميجا أنت كنت حاسبها في المسألة؟ لو أنت حاسبها في المسألة لازم تشيلها وتعوض عنها بقيمة الأوميجا اللي أنت حسبتها. فهل احنا كنا حاسبينها؟ تعال نبص كده، لو الاوميجا انت كنت حاسبها لازم تشيل الاوميجا وتحط مكانها قيمتها لو انت كنت حاسبها. فالاوميجا اوريدي جيفن معاك 2 باي في 10 7، ما انت لازم تشيل الاوميجا دي وتحط مكانها 2 باي في 10 7، وكده كنت لازم تعمل كده اصلا، لان انا نسيت. انا مش مجرد عايز اطلع الكتريك فيلد في التايم دومين، ده انا عايز اعوض بنقطه سبيسيفيك. ايه النقطه بقى السبيسيفيك؟ انا خلاص هو طلعت الالكتريك فيلد في التايم دومين، وطبعا هيبقى اليونت فيكتور بتاعه اي اكس، تمام. فالالكتريك فيلد دلوقتي بقى عايز اعوض بقى بالنقطه بتاعتي اللي هي اكس ب 2 واي ب 3 زد ب 4، واعوض بقيمه التايم ده. في اصلا فانكشن في الزد وفانكشن في التايم، فكل اللي هعمله ان انا هشيل كل زد واحط مكانها 4، وهشيل كل زد هنا واحط مكانها 4، واشيل الاوميجا واحط مكانها 2 باي اف، 2 باي في 10 7 اللي هيجي معاك اصلا في المساله، وهشيل التي ديت واحط مكانها 10 نانو اللي هي 10 في 10 اس سالب 9. طب اوميجا في تي دي راد بير سكند، هتضرب في حاجه بالسكند تدي لك حاجه بالراد. 7 من 10 في زد فدي راد بير متر، هتضرب في حاجه بالمتر هديك حاجه بالراد. فبالتالي بعد ما تعمل الحسبه بتاعتك دي هتضربها في 180 على باي عشان تحولها، يعني شايف الحسبه دي كلها احسبها مره واحده، ما تقولش بقى دي ب 180 ودي ب 180 والجو ده، لا انت اعمل ايه؟ احسب الحسبه دي كلها مره واحده، الحسبه دي كلها على بعض
بعد كده روح اضربها في كام؟ اضربها في 180 على باي عشان تحولها لانجل. اضربها في 180 على باي عشان تحولها لانجل. وهنا عمل ايه؟ حسب الحسبة دي لقيت له بقى على 5، فكأنه ضربها في 180 على باي، فالباي هتروح مع الباي هيبقى 1180، فقال لك شيل الباي دي حط 180، ومسك البتاع دي ضربها في 180 على باي. لا، انت حسب الحسبة دي كلها مرة واحدة، بعد كده ضربها في 180 على باي عشان تحولها لانجل. الانجل دي هي دي اللي هتاخد لها الكوزاين. بعد كده ضربها في الاكسبنشال دوت، بعد كده ضربها في 20، هيطلع لك قيمة الالكتريك فيلد عند النقطة دي. فانا عوضت عن قيمة الزد وعوضت عن قيمة التايم ب 10 نانو، عوضت عن قيمة الزد وعوضت عن قيمة التايم، وبعد كده الفاليو دي حسبتها، بعد كده ضربتها في 180 على باي علشان احولها لانجل. بعد كده الانجل دي ببدأ ان انا اخد لها الكوساين، ودي اوريدي هتبقى شلت كل زد وحطيت 4، يبقى كده جبت قيمة الالكتريك فيلد عند نقطة سبيسيفيك. جبت قيمة الالكتريك فيلد عند نقطة ايه؟ سبيسيفيك. طيب تمام، دي المسألة رقم 10. بيقول لك احسب لي السكين ديبس والفلوستي بتاعة البروباجيشن ليونيفورم بلين ويف الفريكونسي بتاعه 6 ميجا وبيترافل في ماتيريال معينة. الماتيريال دي مديلك الابسلون ار بتاعتها ومديلك المي ار بتاعتها ومديلك التان سيتا ايتا بتاعتها، فعايزك تحسب السكين ديبس وتحسب الفلوستي. طب السكين ديبس انا عارف ان هي 1 على الفا، فانا لازم احسب الالفا، وعشان احسب الالفا ادي القانون بتاعها، انا لازم احسب اللوس تانجنت تيرم، لازم احسب اللوس تانجنت تيرم، لان انا معايا الفريكوانسي اهو، معايا الفريكوانسي اللي هو الاوميجا، ومعايا الميو، ومعايا الابسلون، انا معايا ميو ار وابسلون ار، واوريدي انا معايا ميو نود وابسلون نود، ومعايا الاوميجا الاثنين باي في 6 في 10 و6، لكن معيش السيجما، فبالتالي محتاج احسب اللوس تانجنت تيرم، لان انا معيش السيجما، معيش الكونتاكتيفيتي، فانا محتاج احسب السيجما عشان بنحسب الالفا، عشان بعد كده اقول 1 على الالفا هي السكين ديبس اللي مطلوبه منك. تمام. طب ازاي بقى احسب اللي هو اللوس تانجنت تيرم ده؟ هو مديك تان سيتا ايتا بتساوي الرقم ده اللي هو 7 في 10 اس سالب 2، فانت ممكن تاخد تان انفرس لل 7 في 10 اس سالب 2 عشان يديلك السيتا ايتا، تطلع ب 4 ديجري، تروح ضرب السيتا ايتا في 2 عشان تطلع 2 سيتا ايتا، بعد كده تاخد تان 2 سيتا ايتا عشان تطلع لوس تانجنت تيرم. عارف اللوس تانجنت تيرم هو تان 2 سيتا ايتا، فهنا هو مديك تان سيتا ايتا، هتروح انت واخد تان انفرس للكلام ده عشان تطلع سيتا ايتا، تطلع ب 4 ديجري، تضربها في 2 تطلع 8 ديجري، تاخد تان 8 علشان يطلع لك اللوس تانجنت تيرم. اللوس تانجنت تيرم هو تان 2 سيتا ايتا. طلعت اللوس تانجنت تيرم هتعوض بهنا وتحسب منه الالفا، بعد كده السكين ديبس هي 1 على الالفا، السكين ديبس هي 1 على الالفا. بعد كده بيقول لك احسب مين بقى؟ بيقول لك احسب لي الفلوستي، فالفلوستي هي اوميجا على بيتا، فانا الاوميجا معايا ناقص احسب البيتا، بروح معوض بنفس القانون البيتا دوت، وانا اوريدي خلاص حسبت اللوس تانجنت تيرم، اطلع البيتا بعد كده اقول الفلوستي هي ايه؟ هي اوميجا على بيتا، وبعد كده اقول الفلوستي هي الاوميجا على البيتا. طيب السؤال رقم 11 هنا بيقول لك احسب لي الدي سي ريزيستنس واحسب لي الاي سي ريزيستنس، بس هو طلب منك في الاول بس خالص ايه؟ ديترماين الدي سي ريزيستنس، وبعد كده يطلب منك الاي سي ريزيستنس. فاول حاجه بيقول لك ديترماين الدي سي ريزيستنس ذا راوند كفر، مدي لك الابسلون ار بتاعه المي ار والسيجما للكونتاكتيفيتي، ومدي لك الريديوس، ومدي لك كمان ال. فاحنا عارفين الار دي سي هي عباره عن ال على سيجما في باي سكوير، لسه كنا كاتبين القانون ده من شويه. فال مدي لك ب 600 متر، ومدي لك الكونتاكتيفيتي، ومدي لك الريديوس اللي هو 1.2 من 10 في 10 اس 3، فهتربعه طبعا، يبقى انا كده حسبت الار دي سي. طب بعد كده بيقول لك احسب الاي سي ريزيستنس عند ال 100 ميجا، فمين الاي سي ريزيستنس؟ كانت ال على الكوندكتيفيتي في السكين ديبس في 2 باي اي، فانت معاك الاي ديت ب 1.2 من 10 في 10 اس 3، وريدي معاك الكوندكتيفيتي، وريدي معاك ال. هل معاك بقى السكين ديبس؟ اقول لك لا، معيش السكين ديبس، بس السكين ديبس هو 1 على الالفا. يبقى انا عشان احسب الار اي سي انا معايا كل الجيفنز، معايا ال وسيجما والاي، معايا الكونتاكتيفيتي جيفن من الاول خالص، معايا ال جيفن من الاول خالص، ومعايا الاي جيفن من الاول خالص، لكن معيش السكين ديبس، فهشيل السكين ديبس ودي احط مكانها 1 على الالفا، فتلاقي الالفا طلعت في البسط. طيب الالفا اصلا معاك؟ اقول لك الالفا مش معايا، بس انا اروح معوض بالقانون بتاعها اللي هو القانون ده اللي هو جذر باي اف
ميو في السيجما، اروح معاه بالقانون بتاع اللي هو جذر باي اف مين في الميو في السيجما. ليه؟ هقول لك اصل الكبر هو مديلك معلومه ان هو كبر، الكبر اللي هو النحاس، النحاس هو وجود كوندكتور، فاهم؟ مع انه هنا ما قالكش بس باينه، حتى السيجما بتاعته رقم كبير، فباين ان هو جود كوندكتور. فعلك وانت اصلا يعني من النوع نفسه، باين من النوع نفسه ان هو مديلك ال كوندكتيفيتي رقم كبير، اللي هو انت بتتكلم في 5 في 8، 5.8 في 10 اس 7، ومديلك ان هو كبر، فاحنا معروف ان النحاس هو جود كوندكتور، وكمان باين قوي ان الكوندكتيفيتي كبير، فبعوض بقانون الالفا بتاع الجود كوندكتور، اللي هو هشيل الالفا دي، هحسب الحسبه دي كلها على بعض كده، هتطلع لي الرقم ده، يبقى الرقم ده كله مضروب في الالفا، اللي هو الحسبه دي كلها. انت شلت السكندريس بس حطيت واحد الالفا، الكلام ده حسبته طلع الرقم ده. الالفا هشيله واحط مكانها قانون الالفا في حاله الجود كوندكتور، احط مكانها قانون الالفا في حاله الجود كوندكتور، اللي هو يبقى ايه؟ جذر باي اف ميو في السجن اوريدي، الميو معاك اللي انت معاك الميو ار، ومعاك الميو نود، ومعاك الكوندكتيفيتي، والفريكوانسي اوريدي برضو معاك، لان هو كان بيقول لك احسب الاي سي ريزيستنس عند 100 ميجا، فيبقى معاك الفريكوانسي برضو. يبقى انت كده حسبت مين؟ قيمه الاي سي ريزيستنس. يبقى انت كده حسبت قيمه الاي سي ريزيستنس. طيب هنا بيقول لك احسب لي الابروكسيميت فريكوانسي اللي يخلي لك الدي سي ريزيستنس والاي سي ريزيستنس الاثنين بيساووا بعض. بيقول لك احسب لي الفريكوانسي اللي يخلي الاثنين بيساووا بعض. فانا اول حاجه هساويهم هما الاثنين ببعض، حطيت القانونين اهو سويتهم ببعض، اداني ان اتنين في السكن ديبس لازم تكون بتساوي الريديوس علشان يتساوى الدي سي ريزيستنس بالاي سي ريزيستنس. خلي بالك بيقول لك احسب لي الفريكوانسي اللي عنده الاثنين بيساووا بعض، فانا سويتهم ببعض طيرت اهو، طلع لي ان اتنين في السكن ديبس بيساوي الريديوس، الاثنين في السكن ديبس بتساوي الريديوس، فالسكن ديبس بيساوي الريديوس على اتنين. والسكن ديبس ايه القانون بتاعه؟ هو واحد على الالفا، فطالما السكن ديبس بيساوي الاي على اتنين يبقى الالفا بتساوي الاتنين على الاي. طب هل هو مديك الريديوس؟ اه في المسألة هو مديك الريديوس، فاروح انا كده حسبت الالفا، يبقى انا كده حسبت مين؟ الالفا، والالفا دي هي جذر باي اف ميو في السيجما، السيجما معاك والميو معاك، فتحسب الاف اللي اتحقق لك الالفا دي، فدي الاف اللي عندها الاتنين هيساووا بعض. فكل اللي عملته ان انا سويت الاتنين ببعض، لقيت ان الاثنين في السكن ديبس بتساوي الايه، فلقيت ان السكن ديبس بتساوي الايه على الاثنين، السكن ديبس بتساوي الايه على الاثنين، فيبقى الالفا بتساوي الاثنين على الايه، الايه معايا، فيبقى انا حسبت الالفا، فانا عايز اجيب الفريكوانسي اللي حال الالفا دي، وبالتالي حال ان الاثنين بيساووا بعض، فاروح معوض في القانون دوت بقيمه الالفا اللي انا حسبتها والسيجما اللي جيفن معايا من الاول خالص، واروح حاسب الفريكوانسي، لان الفريكوانسي اللي هو كان مدولي ده كان فريكوانسي عايزني عنده احسب الاي سي ريزيستنس، لكن الفريكوانسي اللي انا بقى حسبته ده بدلاله السيجما اللي هي كانت جيفن معايا، وبدلاله الميو اللي كانت جيفن معايا، والاي اللي كانت جيفن معايا من الاول خالص، دي كده الفريكوانسي اللي عندها الدي سي ريزيستنس هتساوي الاي سي ريزيستنس، ده كده الفريكوانسي اللي عنده الدي سي ريزيستنس هيساوي الاي سي ريزيستنس. فده كده السؤال رقم 11. طيب السؤال رقم 12 بيقول لك ان انت عندك يونيفورم بلين ويف ماشي في لوسي ميديوم، تمام، ليه فيز شيفت كونستانت بيتا بواحد وستة من عشرة، وليه فريكوانسي ب 10 باور 7 هرتز. بيقول لك ان الماجنتيود بتاعه بيحصل له ريديوز بمقدار 60% كل 2 متر بيمشيها. بيقول لك الماجنتيود بتاعه بيحصل له ريديوز بقيمه 60% كل ما يمشي 2 متر، كل ما يترافل 2 متر. بيقول لك احسب لي بقى السكن ديبس بكام، واحسب لي السبيد بتاعه الويف بكام، احسب لي السكن ديبس واحسب لي السبيد بتاعه الويف، احسب لي دي بكام واحسب لي ايه دي بكام. طب الجمله دي تفسيرها ايه؟ يعني انا خلاص عرفت ان انا هنا معايا البيتا، وعرفت ان انا هنا معايا الفريكوانسي، عرفت ان انا هنا معايا البيتا، وعرفت ان انا هنا معايا مين الفريكوانسي. من المعلومه دي استفدت ايه؟ ان الماجنتيود بيحصل له ريديوس بقيمة 60% كل 2 متر بيمشيها. منها قدرت اطلع ايه؟ بص كده، هو مين الماجنتيود؟ الماجنتيود زي ما قلت لك اللي هو الاي نود بلس في اي اس سالب الفا زد، اتفقنا ان هو ده الماجنتيود، الباقي بيبقى الفيس شيفت.
لو اي يساوي جي بيتا زد، ولكن الماجنتيود ده بيحصل له ريديوزد بقيمة 60%. بيقول لك الماجنتيود بيحصل له ريديوز بقيمة 60% مع كل 2 متر مشاية. طب بيحصل له ريديوز بقيمة 60% من ايه؟ من الماكس ماجنتيود. الماكس ماجنتيود اللي هو الاينو بلس، الماكس ماجنتيود عند زد ايكوال زيرو اللي هو هيبقى الاينو بلس. بيقول لك كل ما تبقى زد ب 2، كل ما مش 2 متر، فالماجنتيود بتاعي بيحصل له ريديوز بقيمة 60%، يعني اللي بيتبقى 40%. فبالتالي انا لو حطيت الزد دي ب 2، فلاقي ان الماجنتيود ده بقى بيساوي ايه؟ بقى بيساوي 40% من الماكس ماجنتيود. فده التفسير بتاع الجملة دي، ان انا مع كل زد همشيها ب 2 متر، يعني لو خليت الزد ب 2 متر هلاقي ان الماكسيم هلاقي الماجنيتيود بتاعي حصل له ريديوست بقيمة 60%، يعني بقى 40% من الماكسيم ماجنيتيود بتاعي اللي هو الاينو بلس من الماكسيم ماجنيتيود ايه بتاعي. فده معناه، يبقى دي المعلومه دي، ان هو بيقول لك ان انت كل مع كل زد ب 2، لما احط زد ب 2 هلاقي ان الماجنتيود بتاعي حصل ريديوس 60%، معناها بقى 40% من الماكسيمم ماجنتيود لما تبقى زد ب 2، بقى 40% من الماكسيمم ماجنتيود. مين الماكسيمم ماجنتيود؟ اللي هو الاينو بلس. عند زد ب 0 هيديني الماكسيمم ماجنتيود اللي هو الاينو بلس. في الاينو بلس هتروح مع الاينو بلس هيبقى اي اس سالب الفا زد، اي اس سالب الفا 2 اقصد بتساوي 4 من 10، فيبقى لين 4 من 10 بتساوي اي اس سالب الفا 2. ده هيديك رقم بالسالب، قول مثلا سالب اي حاجه، وده هيبقى سالب الفا زد لما اخد لين للطرفين، مش اسف انا هنا مفيش لين، لما اخد لين للطرفين ده هيديني سالب رقم، وده هيديني سالب الفا 2 او سالب 2 الفا. السالب هيروح مع السالب، هتبقى الالفا بتساوي الرقم دوت مقسوم على الاثنين، الرقم ده مقسوم على الاثنين. الرقم ده ايه؟ مقسوم على الاثنين. فيبقى من المعلومة دي انا طلعت قيمة الألفا، لو لين 4 من 10 مقسوم على، طبعا ده دي رقم بالسالب على السالب 2، طلعت قيمة مين؟ الألفا. يبقى انا دلوقتي بقى معايا قيمة الألفا، ومعايا قيمة البيتا، ومعايا الفريكونسي، وطالب منك تحسب السكين ديبس. ما السكين ديبس واحدة على الألفا اللي انا حسبتها. طب السبيد، السبيد هي عبارة، احنا عارفين الاوميجا، السبيد هي الاوميجا على البيتا، ومطلوب منك هنا السبيد فتبقى الاوميجا على البيتا. طب انت معاك الاوميجا 2 باي في 10 و7، معاك البيتا معايا البيتا 1 في 6 من 10، فتبقى السبيد اللي هي الاوميجا على البيتا، والاوميجا معايا والبيتا معايا، والسكن ديبس اللي واحد على الالفا اللي انا اوريدي لسه كنت حاسبها حالا من المعلومه اللي هو كان مديهالي. يبقى انا كده حسبت التو ريكويرمنتس بتوعك. طب دي اخر مساله، مديلك لوسي داي الكتريك ميديوم، مديلك الجاما، فالجاما دي انت عرفت منها قيمه الالفا وعرفت منها قيمه البيتا، مديلك الايتا فانت عرفت الماجنتيود بتاعها وعرفت ان الانجل بتاعتها 15.48، مديلك الفريكوانسي ب 10 باور 10 ريد بير سكند، بيقول لك احسب الابسلون ار والميو ار. طب هعمل ايه؟ اول حاجه انا معايا الالفا فاروح حاطط قانون الالفا، ومعايا ماجنتيود الايتا اروح حاطط قانون ماجنتيود الايتا. طب هل انت معاك اللوس تانجنت تيرمينال؟ اقول لك اه معايا، لان انت مديني الاوميجا ب 10 اس 10. لا بس هو مش معايا، معيش قانون اللوس تانجنت تيرمينال، معايا الاوميجا لكن مش معايا السيجما. اول حاجه عملتها انا عايز احسب الابسلون، وعايز احسب مين؟ عايز احسب الابسلون وعايز احسب الميو ار، فانا لازم احسب اللوس تانجنت تيرمينال. طب اقدر احسبه ازاي؟ اقول لك ما انت معاك زاويه الايتا، مش دي انجل الايتا اللي هي 15.48، واحنا اتفقنا ان اللوس تانجنت تيرم هو تاني 2 سيتا ايتا، فاضرب الزاويه دي في 2 وخد لها التاني، يبقى انت كده حسبت اللوس تانجنت تيرم، يبقى انت حسبت الرقم ده وحسبت الرقم ده، والاوميجا اوريدي معاك، يبقى انت معاك البتاع ده كله كرقم، ومعاك البتاع ده كله كرقم. فمن الالفا حطيت القانون بتاعها، اللوس تانجنت تيرم حسبته ان انا معايا زاويه الايتا، هضربها في 2 واخد تاني الكلام ده، فاخد تاني 2 سيتا ايتا، يبقى انا كده حسبت اللوس تانجنت تيرم وحسبت الترم ده وحسبت الترم ده والاوميجا معايا. فدي اول حاجه هعملها، حسبت اللوس تانجنت تيرم وعوضت بقى بيه هنا وعوضت بيه هنا. طب هيبقى معايا معادلتين في مجهولين، هيبقى معايا بقى ان طب ان جذر ميو ابسلون على 2 بتساوي رقم اللي هو هيبقى ده على ده، وجذر ميو ميو على ابسلون بتساوي رقم اللي هو ده على ده.
تمام. فابدا احل معادلتين عشان اجيب التو جيفنز بتوعي، تمام. فمعايا ان الميو في الابسلون، فاول حاجه انا كده عوضت اهو، عوضت في المعادلتين اهو، وطلعت الميو ابسلون، طلعت الميو مضروب في الابسلون، اللي هو خلاص هقسم ده على ده، بعد كده اروح مربع وضرب في 2، يبقى انا كده طلعت الميو ابسلون، وهنا اقسم ده على ده، بعد كده اروح مربع، يبقى انا كده طلعت الميو على ابسلون. فطلعت قانون للميو في الابسلون، هتلاقي ان الميو في الابسلون بيساوي الرقم ده، فافك دي ميو نود ابسلون نود في ميو ار ابسلون ار، واقسم الرقم ده على الميو نود في الابسلون نود، بحيث اطلع ايكويشن لميو ار في الابسلون ار، واطلع ايكويشن برضه نفس الكلام، كنت مطلع ميو على ابسلون، اروح محول ميو نود ابسلون نود، ميو نود ميو نود ميو ار في ابسلون نود ابسلون ار، والميو نود على الميو على ابسلون نود، اخدها واقسم الترم ده عليها بحيث اطلع ايكويشن للميو ار على ابسلون ار. نعمل الايكويشن دي، لما اقسم ده على ده، ده اوريدي خلاص بحسبته، لما اقسم ده على ده يبقى انا كده طلعت جذر ميو على ابسلون، لما اربع ده على ده يديني ميو على ابسلون، لما اقسم الناتج بتاع التربيع دوت على ميو نود ابسلون نود يبقى انا كده طلعت ميو ار على ابسلون ار. هنا طلعت تو ايكويشن، واحده ميو نود ميو ار في الابسلون ار، والتانيه اللي هي الميو ار على ابسلون ار. فخلاص ابدا مثلا اعمل ايه من هنا، اقول ان الميو ار هي الرقم ده على الابسلون ار، وابدا ان انا اشيل الميو ار، يبقى زي ما قلت لك الميو ار هتبقى الرقم ده على الابسلون ار، فشيل الميو ار واحط مكان الرقم ده على الابسلون ار، فده هيبقى ابسلون ار سكوير، احسب الابسلون ار اعوض في اي واحده منهم احسب الميو ار. فخلاص الموضوع بقى بسيط. اخر مطلوب بيقول لك احسب لي الافريج باور، يقول لك احسب لي الافريج باور، ومدي لك الاي اكس نود اللي هي كانت الماجنيتيود اللي انت كنت بتربعه في قانون الافريج باور. طبعا قال لك احسب الافريج باور وخلاص، يبقى هو بيقول لك احسب الانسيدنت، يعني عايز تحسب مع الريفلكتد، اوكي لو انت معاك ريفليكشن كوفيشنت وتعرف تحسبه اوكي، معكش خلاص مش هتعرف تحسبه. فهنا هو بيقول لك احسب لي الافريج باور اللي هو الانسيدنت باور، فتحسبه ازاي بقى؟ هتقول ماجنتيود الاي اكس نود اللي هو كان مديه لك سكوير، اللي هو كان ب 60، مديه لك ب 60 في المساله اهو، اللي هو بيقول لك احسب الافريج باور عند الاي اكس نود ب 60 على 2 ماجنتيود الاي، طب هو اوريدي مديك ماجنتيود الاي ده في المساله، في اس سالب 2 الفا زد، الالفا جيفن معاك ب 57.62 اللي هو كان مديك الجاما، كان مديك الالفا والبيتا، والزد هتسيبها زي ما هي، كوزين سيتا ايتا هو اوريدي كان مدي لك ان زاويه الايتا ب 15.48. فانت طلعت قانون الافرج باور، ممكن تقول له بقى خلاص بقى انا هحسب لك الافرج باور عند زد ايكوال زيرو، وتحسب قيمه الافرج باور لان زد هي الوحيده الانون، ممكن تسيبه كده تمام. ممكن بقى انت تجود وتقول له ايه، هحسب لك الافرج باور عند زد ايكوال زيرو، تطلعه ايه، تطلعه برقم، و الافرج باور ده هتبقى اليونت بتاعته وات بير متر سكوير، والافرج باور ده هيبقى اليونت بتاعته ايه، وات بير متر سكوير. تمام كده يا جماعه، ده هيبقى قانون مين، الافرج باور بس. فيبقى احنا كده خلصنا مين، خلصنا حل الشيت، فده كده كان الشيت بتاعنا، على كده خلصنا حل مين الشيت، وكده خلصنا خلاص شابتر واحد. تمام، فان شاء الله المره الجايه بقى نبقى نخش في شابتر جديد. كده خلصنا شابتر واحد في اللي هو اليونيفورم بلين ويف، وخلصنا شابتر واحد بجزء دكتور صبري برضو اللي هو الترانسفيشن لاين.